انقلاب المعايير فيما يتعلق بمرجعية المسلم. المسلم عنده مرجعية. شنو مرجعية؟ هي واحد الحاجة يرجع لها باش يقول هذه واش خيبة ولا زوينة، هذه واش مقادة ولا عوجة، هذه واش حلال ولا حرام. المرجعية ديال المسلم هي الإسلام، هي القرآن والسنة. جميل. ملي تنقلبوا المعايير ما كيبقاش القرآن والسنة هو الميزان، تولي الميزان هو هضرة الناس وانت والمجتمع اللي عايش فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عطانا معيار في البيع والشراء، قال لك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه هي القيمة ديال المعايير اللي خصنا نعتمدوها في البيع والشراء. دابا القيمة المعتمدة عندنا في البيع والشراء في الأسواق عموما، ماشي كل شيء لكن عموما، شناهي؟ إذا ما كذبتيش ما تبيعش، ولا بينتي العيوب اللي في السلعة الله ما يشرها من عندك شي واحد. هذا راه ماشي ضرب في صميم المعاملات، هذا ضرب في صميم العقيدة. اسمعها مني وديها. أنا ملي كتقول لي إذا ما كذبتيش ما تبيعش، هذا ضرب في صميم معتقدك أن الرزاق هو الله. ما بقاش رزاق هو الله، ولا ترزاق هو الكذوب. جايب سلعة وفيها عيوب، واللي تيبيعوا ويشريوا ردوا البال. أنا كنعطيك قاعدة عامة تنزيلها على واقعك أنت، كي قلنا نسأل العلماء أيما عيب ذكره أثناء التفاوض في البيع والشراء، أيما عيب ذكره يؤثر في ثمن السلعة فوجب الإعلان به. مثال طوموبيلات كيتباعوا كيتشراو، الناس كتلقى سمسار ديال السيارات كيشري طوموبيله يبيعها، الله يربح الله يسخر، مادام لا تيكذبش اموره في خير وعلى خير. طيب عندنا واحد القضيه تتقال ان الطوموبيله مثلا اللي شراها مثلا السيد كيقول لك راه ديزا في اللوكاسيون. الناس اللي كيبيعوا شي طوموبيلات يفهموا شي شويه هادشي، ما كنبيعش نشري، عاد كنسولوا الناس. واه انا ما درت والو، داروا لي عندي مصورة زعاب السمر في غابة المعمورة. غابة المعمورة هذه ديال جميع الناس، أي واحد دخل المغرب مغربي ولا مشي يقدر يمشي لغابة المعمورة كيتمشى. تصور في غابة المعمورة عباد الله كاتبين انظروا إلى ضيعة الشيخ ياسين عبد. دابا وليتي تهضر تقول لهم لا، كولا واحد المفكر أردني الله يجزيه بخير كيكتب منشور وكيكتب لتحت هامش توضيح الواضحة، يعني لا انا ما كنبيعش، انا كنوليتي نحتاج انا كنقول كل حاجه وخلاص. مثلا معروف عند الدراري اللي كيبيعوا يشرو في السيارات انهم تيقولوا كيقول ليه الا الطوموبيله ديزا في اللوكاسيون الثمن ديالها تيطيح شي شويه. علاش؟ لان شنو هي الطوموبيله في اللوكاسيون؟ يعني انه تيجي واحد تيكريها وتيركب عليها، الحاجه اللي ماشي ديالك والانسان المعايير عنده مقلوبه ما كيمشيش فيها بالاحسان، ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء وما كيمشيش فيها بالاحسان، مادام ماشي ديالي ضرب في الضوضان ضرب في العفاريت طلعها فوق الطرطوار هبطها الدرب في البيس كرامته مشكل ما عندوش. فكيقول لك مادام ديزا في اللوكاسيون يعني الاحتمال الاكبر هو انه عدد ديال الناس ما تهلاش فيها، اذا الثمن ديالها غادي يطيح. فهو كيقول لها ودي ملي تبيع ما تقولش لهم راه ديزا في اللوكاسيون. اذا هذا عيب ذكره يؤثر في الثمن، اذا وجب ذكره. تقول لها ودي السياره اصبحت وبديت فيها شي حوايج راه شريتها من عند واحد السيد وراها ديزا في اللوكاسيون، تقولها وكل زرع عنده كيانه والرزاق هو الله. السيد كيعاود ليا في مو العند هذه تقريبا شي 15 سنة وجبنا هذا الحديث وتكلمنا في هذه المسألة هذه، وهو ديك الساعة كان ما بقاش كيبيع وشري في السيارات ولا داير واحد بيع وشري أخرى. قال لي يشهد الله أخويا ياسين أنا ما محتاجش نزين وجهي عندك، انا كنتلاقى معاك مره مره. قال لي يشهد الله ان طيله الفتره اللي كنت كنبيع بها السيارات وكنسمسار ديال السيارات، قال لي يشهد الله عمرني ما بعت سياره الا وذكرت كل العيوب التي اعلمها. قال لي السياره كانت عندي مقسومه دار اكسيدونتي مقسومه من النص مقسومه على جوج. قال لي لكن الحريف الصنيعي قال لي عاود قادها وسودها الى اخره، قال لي تحلف عليها والله ما عمرها ما درت تكسيره. قال لي وجا السيد يشريها قلت لي قلبها
وجا معاه لميكانيسيان، جا معاه سميتو قلبها فلاها، قال لي صافي، قال لي صافي، مسائل كذا الى اخره، قال لي كذا، قال لي واش شتي؟ قال لي شتي هادي، ويعاد لي واحد العام، قال لي راه الطوموبيله راه فيت فيها مقصومه علاج وراه مصلوحه وراه مقاده وها اللي كاين، شريها؟ قال لي توكل على الله. قال لي يوم عمر سيدي ربي خيرني في بيعه وشريه ديال شي سياره. تصدق الله يصدقك الله، لكن ملي نقلبوا عندنا احنا المعايير ما بقاش عندنا يقين فيما عند الله عز وجل، فما بقيناش نسارع الى الخيرات، ولينا كنتسناو وصافي، وبدات البركه كطير، وملي كطير البركه راه حتى انشراح الصدر راه تا هو من البركه، حتى انشراح الصدر لفعل الخيرات تا هو كيولي الانسان ينقبض منه، وتيبدا يشك، وتيبدا يقول كذا وكذا، وامور كتبدا تمشي.